الآن بعد أن يصلى الركعتين سنة الطواف. نعم. ناطت من كلار اسمه تغير ركعات. إكسترا حبيدة. نعم. ديناد الطواف كلاس فيندا. بيت من زخنار د. الآن يخرج إلى السعي. إلى الصفا. ناد الصفا البارح صفا. يبدأ بالصفا. بخين بعد الصفا. يستحب له عندما في طريقه وهو يأتي إلى الصفا أن يقول. بس أنا بفوله أم تزخة. الشيخ شمطيخة تزخة أشي بنت. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. نبتز الآن بفوله أم تزخة. نعم يأتي الصفا يصعد عليه أو في القديم كان فيه صعود الآن تأتي إلى الآن نعم ترجم بعدين أنا أقول لك. أقف. لا ترجم اللي قلنا يمشي. إذا الآن هلا وصل الصفا للمروة يمشي من الصفا الآن للمروة. عندنا في المنتصف هنا في حد للعربات. نعم. إنك ماذا فند الصفا للمروة يبلو بعض هي بعض دي زين خماك في الرسولة. نعم هنا في دوران وهنا في دوران. نعم. نعرف إن بعد الصفا بعد المروة سأل بعدين بلاك ومن الروند تكنا معك. هذا الدوران لا تأتيه أبدا من هنا حد العربات هو الصفا تأتي هنا للصفا. تستقبل القبلة على ما وضع عليه الرخام يعني نهاية العربات هو الصفا هذا الدوران هذا لا تدور الدوران هذا فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره نعم اتعند فان اتبط دي خسفيك مستيك بارس خماك فرد الرسطولة دوس دي فان الصفا تطل مروة بارد الرسطولة البط بخين تطل بار هاي ايندغت Dat is de loopafstand die men dient af te leggen tussen Safa en Marwa. Sommige mensen dus die lopen en lopen om die grote pilaren heen die erboven zitten. Sheikh Al-Uthaymeen zegt dat valt er niet onder de Safa en Marwa. يعني تأتي هنا نهاية العربات وتنظر على ما هو موضوع عليه الرخام الذي في الأرض استقبال القبلة تستقبل القبلة. Daar waar het dus eindigt, die rolstoelpad. Vanaf daar, dus als je dan keert, dan richt je tot de Kaaba en daar ga je weer verder met de smeekbeden. السنة أن تقول السنة الآن بفوز واردخة آن بيدين دار تزيخة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تقول هذا الدعاء تزيخة. نعم طبعا. ثم تدعو فوقس فريخة تسميك بيدا ثم ايضا تقول ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم احزاب وحده ثم تدعو فوقس هر هاي وكي ايدر بخدان بس ايدر بامبفول سميك بيدين سميك بيدين اوب تزيخن اندن هادو يدر سميك بيدين فو يزلف ثم تقول ايضا لا اله الا الله لا اله الا الله ثم تمشي الى المروه ففوقس دي سيخي دي سميك بيدين دير الآن بينك رختين المروة. نعم. من الصفا إلى المروة هذا شوط. فمن الصفا بيرخ نار المروة تلتس عين روندة. ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني. أن ترخ استفي. يعني لابد أن يكون نهاية السعي على المروة سبع أشواط. ده بتكن ده كي ولاست روند لوب من الصفا إلى المروة. بتكن ده كي أيندخ في البرخ المروة. يمكن نيت أيندخ في الصفا. نعم. أنا بيني تخوض ختلت. بينهما هنا يوجد أعلام خضر. wanneer deze afstand aflegt en je kijkt naar boven, zie je dat er een bepaalde afstand is belicht met groene TL lampen. نعم هذا. groene verlichting. هي سواء جيت من الصفا أو جيت من المروة. aan beide kanten. تسعى سعيا شديدا بين العلمين. van waar die lampen beginnen tot waar ze eindigen, daar die te sprinten. نعم. إذا وصلت إلى المروة. تستقبل القبلة وكما صنعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صنعت تصنع هنا وأنت مستقبل القبلة. wat hij net allemaal had uitgelegd wat je dient te zeggen op de berg Safa als je de eerste ronde hebt afgelegd tot aan de Marwa herhaal je alles wat je op Safa hebt gedaan op de Marwa. نعم حتى تأتي الشوط الأخير على المروة لا تقف هنا للدعاء تخرج مباشرة إلى الحلقة والتقصير. نعم يأيندخ dus op de Marwa die je dan ook de smeekbeden dat je gedurende de hele sa'i heen en weer te hebben gezegd, die dat ook bij de laatste rit te zeggen, dus als je eindigt met de Marwa, nee, hij zegt je loopt dan gelijk door naar buiten en je gaat naar de kapper en daar knip je je haren. Al-halqa afdal. En kort scheren met een mes is beter. Voor de man, hè?
فالإنسان الآن الإنسان الآن يريد يعني هذه مثلا عمرة الإسلام الأصل أن يطبق السنن كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فور إيمان دي فور فيت زين ألا إيرست كير إز دات هي دي عمرة غادون دا عمرة فان زين ليفن فان الإسلام. هاي يقول خراغ دا إيزن فوقز السنة فان البروفيت صلى الله عليه وسلم دون. فما بالك الآن دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات. البروفيت صلى الله عليه وسلم هيفت سميك بيدا فريخت فور فيت. فور ذا بيرسون دي زين هارة مد مس خيط هاي دي دري كير سميك بيدا فور هن. سبحان الله كثير يحلق الآن لأنه لاعب رياضي حلق. يا صمخ منسا زي إيميتيرا منسا فوبت إن فوبال أو سبيلر أو إن بدلوك. وبدي سب بارك أفس خير إيميتير هايم إن فوق هايم دارين إن سخير أو زين بارك. وبعض الناس يطيل الشعر. صمخ لا تياس إن هار لان برم بدي سبيلر هاي بزين زين هار لا تلان خروي. لماذا تطيل الشعر؟ برم لاكي هار لا هار لان خروي. قال سنة. أزيخ سنة. من قال سنة؟ ليش قال سنة؟ لا أحد يقول سنة من العلماء المعتبرين هذا سنة. نعم مين متسخ دكتور فل السنة؟ السنة هنا تحلق. قال لا 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 إطالة الشعر سنة. أما هنا الحلق لا 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 ما أستطيع. لا السنة إذا إيش ذيك كالس خير في المومنت. ذيك هار لان لا تخروي. سخي يا مالك كاني. نعم. فالله أعلم أخواننا تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعرف من سدينا السنة؟ والله أعلم. بتركتيسير إن في البراكتيك تتحصل.